ما قالش ما تكون انت يا يا اشكي كاشك يا راس في الراس يا اشكي باش كلش مقلوبه يا ما تعرفوا على التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني واللي حملت مفاجآت كثيرة بما فيها حضور حمد الله لأول مرة وكذلك ثلاث لاعبين عن الفريق الوداد البيضاوي يعني عطيه الله وتكناوجي ويعني اللاعب آخر من الفريق الوداد فتساؤلات كثيرة كانت بخصوص الحضور ديال مجموعة ديال اللاعبين اللي تمثلوا لأول مرة المنتخب الوطني المغربي مونديال قطر فعلى العموم غادي نخليو يعني اليوم نستضفوا معنا كوجات اللي معنا أنا أمامنا الآن مشجع المنتخب الوطني فريق الكوكب مراكش وكذلك السي سمير اللي هو كذلك مونس السبع المعروف ملقب مونس السبع دائما الحضور مع المنتخب الوطني وآخرها يعني مونديال ديال روسيا اللي كنا في رياضة روان والحمد لله اللي كانت واحد الأداء أداء متميز المنتخب الوطني. إذن غادي نخليو نبداو بالسي كوجاك بطبيعة الحال اللي ينتظر الرحلة يوم 20 باش أنه يلتحق بالمنتخب الوطني ديال القطرية لحضور أولى المباريات ديال المنتخب الوطني. سي كوجاك مرحبا بك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر الزملاء الأصدقاء ديال زكريا أنا وزكريا اللي تنشكرهم هذا المباراة لأنه الحمد لله ديما حاضرين معنا في الصراء والضراء. اللي تنتمنى انه المنتخب ديالنا غادي ان شاء الله غادي نمشي ان شاء الله نسندو المنتخب ديالنا بجميع الوسائل الجميع ديالنا من البطوله بالمجلس التعيري ديال القرب الراجلي ان شاء الله ديال الكيان تكون حاضره ان شاء الله والاخوان الزملاء ديالي اللي هما كاين سامير كاين تاتيل كاين عبد الواحد كاين الشكيل كاين عبد الله تا هو كاين مصطفى بولانو كاين حاسم واحد لدى الاخوان حنا متحمسين باش نشجعوا المنتخب ديالنا ان شاء الله خطر على الى الكفاره الحبيبه اللي تنتمنى لهم كل العرب ان شاء الله يكونوا ان شاء الله بمستوى لا السعوديه ولا المنتخب ديال سته هو المنتخب ديالهم ان شاء الله يكونوا المنتخب القطري ان شاء الله في هذا الامر وحنا رحنا مشجعين ديال المنتخب غادي نسالوا ان شاء الله الدول العربية اللي تنتمنى لها ان شاء الله التوفيق. يعني انت ديما تتعيش هذيك الاجواء ديال المونديال مع المنتخب، يعني كيفاش يكون الشعور ديالكم انتم ملي تكونوا في المدرجات وتشوفوا يعني ملي تكون يعني النشيد الوطني تيتلقى ما بين المدرجات وفي الملعب؟ وما تتشعرش الحمد لله انك تشوف واحد النشيد الوطني كاين واحد الروح الوطنيه اي اول حاجه هي الروح الوطنيه الحمد لله ملي تشوف الناس الوطني كاسفين لا والحمد لله تنكونوا متحمسين وتنكونوا كل شيء بخير على خير الحمد لله تنغنيو الناس ديالنا كل شيء بالروح بروحنا بجسدنا بكل شيء الحمد لله وتنكونوا الحمد لله يد في يد وتحت شعارنا الوطن الالماني. نعم، يعني بالنسبة للتشكيلة اليوم ربما أنك شاهدتي التشكيلة اللي أعلن عليها وليد الركراكي، يعني كيفاش تشوف أنت التشكيلة اللي أعلن عليها المدرب؟ ووليد الركراكي اللي تنتمنى له هو التوفيق إن شاء الله، أنه هو شاب وعطاء أنه الحمد لله باش مع المدرب البيضاوي وشنا مع البيت أنه تنتمنى له مسألة هذا المنبر أنه تنتمنى له مسألة موفقة وخصنا نتعاونوا معاه إن شاء الله باش تاع
هو يكون جاهز بعد تجيبوا اللاعبين اللي الحمد لله حتى هما باقي صغار واللي خاصهم هو المعاصره وسن نخليهم ونسنديهم جميع الاول دقيقه حتى اخر دقيقه واللي تنتمنى ونشكر وليد الكادير بعد رجاء حمد الله اللي تنتمنى ليه مزيد من التوفيق ان شاء الله لانه حمد الله كاين المكانه ديالو وكاين المكانه ديال اللاعبين ماشي هو بوحدو انا حتى هما الحمد لله لاعبين بدون استثناء نشكرهم لانه بين لنا بعد شناهم جاناهم برباط كازا مراكش جميع الحمد لله الا اللاعبين في المستوى وتنتمنى لهم مسيرة موفقة ان شاء الله في قطر وحنا غادي ان شاء الله نسندو المنتخب نقول من هنا السعودي ولا القطري كلهم وكاع الدول العربية ان شاء الله نشجعوها باش يكونوا واحد الحفل اللي انه حفل تاريخي هذا اللي بيجمع العرب وبيجمعنا انا بيجمع العرب اللي اخوة وسطاء. نعم وزاك واش تفاجأتي من التشكيلة اللي عندنا على والدي كنت يعني كنت تنتظر شي حضور شي اسم وما لقيتيش التشكيلة؟ لا الحمد لله التشكيلة في المستوى اللي التشكيلة اللي كنشوفو دوكا مزيانة كلشي مزيان لا من الحراس لا من المدافعين لا من وسط الميدان لا المهاجمين الاضافه اللي تنشوفوا هو حمد الله الحمد لله حمد الله وشكرا لله حمد الله لانه لاعب متميز وتعطي الاضافه وخاصه يرد الاعتبار للجماهير المغربيه لانه علاش يرد الاعتبار انه هو كان فاش مشى كان وقع عليه واحد 6 بلان ولكن خصو بلادو يكون انا راه 47 مليون وخصو انا اترفض البلاد هذا ما خصو اي لاعب اللي جا يقول ادراكه ويزيد لا خصو ينضاف ونقول في المستوى كنا نضرب حتى حنا في الملعب كنقول كنضرب القوى وكنجمع على خمسة مليون 42 إلا وكنكون كنشوف الحافلة كنشوف الطوموبيلة كنشوف هذا كنمشي كنتكلفوا باش نجيو حتى حنا ونشجعوه حتى هو خصو يحس بينا حتى حنا كاع اللاعبين بصفة عامة كاع اللاعبين خصهم ونشكرهم هذا المنبر رئيس الجامعة على وسيط بن زيد رجاع هذا المنبر لأنه بيا بلاد ولاد الكرة انطلقت واحد الانطلاقه مزيانه لا كل شيء الحمد لله الملاعب الكره كل شيء مزيان الحمد لله تنشكر هذا المنظور ومتلقي الرياض الاول الا هو صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره ويخليه لنا ملكنا حتى هو عطي واحد القوه ضاربه تنقولها بهذه العباره انه الحمد لله ما خلى جميع الرياضات لا في الكره اليد لا في كره السله جميع الرياضات تنشكر سيدنا الله ينصره الله يخليه لنا لنا عطي واحد المبادرة تنقول انا واحد الدفع لجي اي حاجة الا تي في الرياضة ولا في جميع الرياضات اللي تنلقاو سيدنا الله ينصرو الله يخليه لنا وشكرا. بارك الله عليك اخويا كوجاك. اذا سنشوفو مع سمير مول السبع اللي كنا صادفناه في قلب ساحة جامعتنا وكان توجه رسالة بخصوص المدرب وليد الركلاكي وتيطالبو من خلال بحكم انه مشجع دائم للمنتخب الوطني بحضور محمد الله وكذلك يوسف يوسف العربي للاسف يعني يوسف العربي ما كاينش في التشكيله. على العموم نشوفوا القراءه ديالو سي سمير كيفاش تشوف القراءه ديال التشكيله؟ كما تعرف الجميع تحيه للصحيفه تشرع تي في وكما تعرف الجميع اليوم تعلنت اللائحه من وليد الركلاكي. حنا جد فرحانين بعوده حمد الله وبعد اللعابه واحد اللاعب توا كان عنده 13 سنه توا راه واحد اللاعب اللي ما عرفش مع السنه ديالو توا الرجع ديالو توا حنا كنتمناو من هذا المنبر هذا بان اللعابه يكونوا على واحد الوعي بان كاس العالم خصنا نمشيو باش المغربي غادي نشجعوا هما السعوديه وقطر وليد الركلاكي هو المدرب هو الاخير هو الشيء عارف اش اللي عليه ولا كيف جات التشكيله بصراحه هي تشكيله زوينه تبارك الله انا الحضور الثلاثي ديال الوداد عطية الله وعطية الله وريد اوريد اتاك ولي يحيى صبران نعم ولكن الحمد لله كما تعرف هو تيعرف القراءه ديالو وليد الركلاكي تيعرف القراءه ديالو حنا دورنا نمشيو نساندو المنتخب الوطني من هنا حتى لقطر ان شاء الله كجمهور كمراكش وجميع الجماهير اللي كاينه في المغرب ان شاء الله والجاليه اللي كاينه تما حنا كنقولوا لوليد الركلاكي ان شاء الله سير في هذا المسار ان شاء الله حنا معك في سراء وضراء حيت كنا معك حتى حنا في ضرب في المقابلات الوديه ولا مقابلات اللي كانوا سميتو من هذا المنبر تا تنشكروا فوزي القشاع من هذا المنبر هذا تحيه لجميع الناس اللي خدموا في الخفاء تحيه لجميع اللي تيحب الوطن وتيحب سميتو وحنا التحيه للجماهير المغربيه. نعم كيفاش ديروا الاستعدادات باش انكم الرحله يعني باش الاستعداد للتشجيع؟ واه كل واحد بالدور ديالو كما قال الزميل ديالي يوسف ميديا بانه المنتخب كوجاس
لان كل واحد واش عنده البروجي كاين اللي مرتب كل مرايات كاين كل سبع كل ثاني بنات جو تعارج بنات جو طاره الناس التقاليد ديالنا ديال المراكشيه ديال الجولات ديما ان شاء الله معروفين بالثقافه المراكشيه وزيدوا نحيوا هذيك الفرحه البجاويه تما في قطر باش يعرفوا حيت الناس كاين ديال الناس ديال الدار البيضاء ولكن ثاني الجهات اللي تزيد تكلفها بحال ديال شي حاجه كتزيد فيها المليحه ولا الميمينه ولا تكون داك الشيء زوين ان شاء الله غنمشيو نقولوا لنا كاسوبرا كامل مجتمعين وهذاك الشيء هنا كاع الاخوان اللي معنا في المساندين نتمنى لهم ان شاء الله حد اوفق وان شاء الله نربحوا ان شاء الله باش نزيدوا الضغط بينكم بجوجكم اش كيقول الجمهور يعني الناس اللي بيمشوا لقطر باش المنتخب شنو هي الرساله ديالكم سي سامي كلمه هو الناس اللي بيمشوا لقطر ان شاء الله نمشيو نديروا احسن تمثيل تما ان شاء الله حنا سفراء وتنقول لهم من هذا المنبر شجعوا فريق شجعوا المنتخب الوطني 90 دقيقه والكمال على الله نعم باش كلمه للمنتخب الجماهير ديالنا انه يكونوا منضبطين لانه راهم منضبطوا ونبينوا بانه المغرب كيتبنا بحال لاعبين في المغرب في قطر الحمد لله كنمشيو بلادنا احسن تمثيل ونكونوا بان احلى حله نعم وشعرنا هو الله الوطن الملك وتنقول شعرنا كل عرب نعتز بقطر نعم بغيت انا شي كلمه ديال التشجيع بغينا نحمسوا دابا من دابا يعني باش نعطيو شي شويه شحنه للجمهور ولا اللاعبين بطبيعه الحال اللاعبين ديال المنتخب غادي يكون تيشاهدوا هذا اللايف هذا يعني بين هذوك الاعازيز اللي تيجيو في الملعب وبين هذوك الكاف المباشر قبل ما تمشيو للقطر وا التشكوى الاخرى اللي كنا درناه في 2018 في روسيا في كاس العالم الاخرى هي شا لا 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 فيفا مغرب شا لا 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 فيفا مغرب ها بارك الله عليك سمير وكذلك وجاك مشجعي المنتخب الوطني دائما اللي تيحضروا مع المنتخب كل محافل ديال المونديال الحمد لله انه هاد السنوات كان الحضور دائما ديال المنتخب الوطني اخر عام كان في روسيا بطبيعه الحال وهاد السنه هادي ثاني مره غادي يكون مدرب مغربي اللي غادي يقود الكتيبه ديال المنتخب الوطني في مونديال قطر فاحنا بطبيعه الحال كيف ما كان الحال غادي نشجعوا المنتخب غادي يكونوا وراء وليد الركراكي والكتيبه ديال وليد الركراكي وجميع اللاعبين ديال المنتخب الوطني خلال هذا الاستحقاق ديال مونديال ديال قطر لما لا تكون الفرحه فرحتين وهو الدور الثاني وكذلك يعني انه المغاربه كلهم يعني تمتعوا بمنتوج كروي خصوصا ان وليد الركراكي تاكد بانه غادي يعتمد على الضغط والهجوم اكثر من الدفاع وهذا هو اللي تيتمناه جميع المغاربه بطبيعه الحال فبقى لي نشكركم تبارك الله عليكم وتبارك الله عليك السي سمير وكوجاك الى مباشر ان شاء الله ديما كوكا ديما كوكا ديما كوكا ديما كوكا